جلس مرة عند الرسول فجلس يبكي حتى التفت النبي إليه قال ما يبكيك؟ قال تذكرت يا رسول الله يوم كنا في الجاهلية، يقول فذهبت وتركت امرأتي حامل، يقول يوم رجعت التي قد أنجبت لي بنية بنت كان عمرها 6 سنوات من أجمل ما خلق الله من البنات، يقول فنظرت إليها في الجاهلية فقلت لأمها زينيها. كان من عاداتهم قبل يأيدون البنت يجملونها ثم يذبحونها. قالت الأم فزينتها وتجملها وعيناها تدمع. قال فأخذتها، يقول فذهبت أبحث عن بئر، يقول فلما جئت عند تلك البئر رفعت إليها فنظرت للبنت وهي تمسك بلحيتي وتبكي تقول يا أبتي لا تضيع الأمانة، يقول فنظرت لها ورحمتها، يعني حسيت برحمة تجاهها، لكنني تذكرت العار. شوفوا الجاهلية يا جماعة، يقول فأخذت بها فألقيتها فتمسكت في طرف البئر، يقول فأخذت أضربها بحجر على أطراف أصابعها حتى سقطت. يقول هو الراوي، يقول فالتفت إلى رسول الله وإذا بلحيته قد اخضلت من دموعه، فقال والله لو أني أمرت أن أقيم حدا على أحد فعل فعلا في الجاهلية لأقمته عليك. وحمى الله الأمة، بل حمى الله الأمة كلها والمرأة بهذا النبي، بهذه الرسالة، بهذه الرحمة. وين تلقى البنت؟